إن شاء الله درس اليوم راح يكون عن كيفية عمل هذا التطريز بطريقة بأسلوب أو سكوتيور. راح أقوم باستعمال نوع من القماش اللي هو من البوبلين وهو سميك حتى نقوم بالتطريز عليه. الآن راح أقوم برسم شكل الوردة كما هو في الصورة بهالطريقة. بعد ما قمت بالتأكد من أن هذا هو الشكل المناسب، الآن راح أقوم بنسخ ما قمت برسمه على القماش. هنا قمت بتطريز أو بالنبات باللون الأصفر وذلك تماشيا مع شريط الأورغانزا الذي أمتلكه، لكن لا يبدو الشكل واضح في الكاميرا. لاحظوا معي شكل التطريز بالكاد يظهر على الكاميرا. الآن راح أقوم بتغيير إلى اللون الأحمر سأعطيكم فكرة عن الطريقة الصحيحة للتطريز أو التنبات بالعقيق. البداية راح تكون من هذا المكان بهذا الشكل. أنا راح أقوم بوضع 3 حبات أو 2 بهذا الشكل والتأكد. لاحظوا معي كيف أقوم بعمل خط مائل بمقارنة مع الرسم بهذا الشكل. ثم أقوم بإخراج الإبرة بهذا الشكل، لاحظوا معي، ثم إدخال 2 حبات بهذا الشكل ودائما بخط مائل بهالطريقة، لاحظوا معي. بهذا الشكل نستمر نفس العملية. دائما شكل التطريز أو التنبات بهذه الطريقة بشكل مائل.
هنا راح أقوم بوضع حبة واحدة لإغلاق التطريز بهذا الشكل. لاحظوا معي شكل التطريز كيف هو بشكل متقن ودائري. راح أقوم الآن بإغلاق. راح أقوم بإزالة اللون الأصفر لأنني راح أستمر في استعمال فقط اللون الأحمر. راح أقوم باستمرار بنفس الأسلوب. راح أقوم بإدخال حبتين أو ثلاث بهذا الشكل، هنا حبتين فقط، ودائما بخط مائل. Thank you.
تصير شكل نهائي للتطريز أو النبات والعقيق. الآن راح أقوم باستعمال شريط، هنا هذا شريط الأورغانزا لأنه لون أصفر لن يكون ظاهر على التصوير. راح أقوم باستعمال شريط من الستان. أولاً راح أقوم بوضعه بهذا الشكل، أي المسافة راح يضع على هذا القياس أطول من مكان راح أقوم بتثبيته. بالنسبة للبداية راح أقوم بقص بشكل مثلث بهذا الشكل ووضعه بهالطريقة، والتثبيت بالإبرة والخيط. الخيط يجب أن يكون في لون الستان. الآن بعد ما قمت بالتثبيت، الآن راح أقوم بطي هذا المكان تقريبا نصف سنتيم بهذا الشكل حتى يطي طية بشكل وردة. راح أقوم بنفس العملية في هذا المكان، راح أقوم بالطي نصف سنتيم والتثبيت بالإبرة والخيط. بالنسبة للنهاية، أولا راح أقوم بعمل طية أخرى في هذا المكان، ثم راح أقوم بحذف الزائد وعمل مثلث في رأس الستان. هذا كله زائد راح أقوم بحذفه بهذا الشكل بشكل مثلث، ثم عمل طية والتثبيت بالإبرة والخيط. هذا النوع من التطريز هو خاص بتطريز الأوت كوتور بهذا الشكل. لاحظوا معي شكل الستان على القطعة، يعطي بعد ثالث للوردة بهذا الشكل. لاحظوا معي كيف يبدو الشكل متقن بشكل جيد. راح أقوم بنفس العملية في هذا المكان أيضا، دائما المثلث في البداية ثم الطي والمثلث في النهاية.
وهكذا يصير الشكل النهائي للتطريز أو التنبات بالعقيق مع الستر.